بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يوم جديد مع كوره كل يوم. النهارده هنتابع كل الماتشات اللي اتلعبت في بطوله الدوري الممتاز ان شاء الله. هنشوف ملخصات للخمس ماتشات اللي اتلعبت ونقول لكم النتائج. هنتابع اخبار نادي الاهلي وقائمه اللي اختارها او القائمه اللي اختارها كابتن محمد يوسف قبل مباراته بكره ان شاء الله امام نادي امبي في بطوله الدوري الممتاز، وهنقول لكم ايه اللي بيحصل بالظبط في كل الماتشات وكل الفرق المصريه. النهارده ما عندناش ضيف وعندنا حلقه طويله جدا. هنتكلم كمان عن فريق الدفاع الحسني الجديدي، الفريق المغربي اللي هيواجه النادي الاهلي في الكونفدراليه، وهنقول لكم كمان باذن الله من خلال فقره الاخبار القرعه اللي اجريت النهارده في الاتحاد الافريقي بالنسبه لملحق دور ال 16 في الكونفدراليه، وهنتفرج برضو على بعض الحاجات كده في الدوريات الاوروبيه ان شاء الله. اقول لكم بس النتائج النهارده وبعدين نبدا نتفرج على مباراه. النهارده مصر المقاصه بتفوز على الداخليه 1-0 بهدف لاوتو بونج. كمان تليفونات بني سويف بيفوز على حرس الحدود 1-0 بهدف لوائل فراج لاعب تليفونات بني سويف. والقناه بتفوز على المنيا 2-0، دي مباراه التليفونات والحرس، وده وائل فراج لاعب التليفونات وهدف المباراه الوحيد. وبعدين مباراه القناه والمنيا، الهدف الاول عماد عبد المنعم، راجل جاي لوحده خالص، ونادي المنيا دايما عنده مشاكل في قلب الدفاع والكور العرضيه من اول الموسم، وعماد عبد المنعم بيحرز الهدف الاول. وبعدين الهدف الثاني عن طريق غريب فتحي، اللاعب السريع المهاري المميز جدا، ودايما غريب بيبقى تغييره للكابتن احمد سعيد في الشوط الثاني. بصوا المهاره وبصوا الذكاء بالنسبه لغريب فتحي، دخل بدل بقى ما يحط وش رجله جامد بطن، يعني ركن ببطن رجله. ودي مباراة المقصة والداخلية وفوز المقصة 1-0 عن طريق أوتو بونج. وفي مباراتين انتهوا بالتعادل 0-0، الرجاء والمحلة في استاد الماكس 0-0، والمباراة التانية اللي كانت تعادل سلبي مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي في ملعب الإنتاج الحربي، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. تعالوا نبدأ أول مباراة في لقاءات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز. والنهاردة هنبدأ بلقاء نادي القناة وفوزه على المنيا 2-0. ونادي القناة بعد الفوز خلى نادي الزمالك في موقف صعب جدا. هقول لكم ترتيب جدول الدوري الممتاز، دي المباراة. وتعالوا نشوف التشكيل الفريقين النهاردة بالنسبة للقناة والمنيا. القناة بدأ بمحمود أبو السعود في حراسة المرمى، بهاء مجدي، أحمد محسن، عبد الإله جلال، عماد عبد المنعم. في نص الملعب أحمد مجدي ومحمد علي وغريب فتحي ومحمد سعيد، واثنين مهاجمين دوجي وموسى كبيرو. ده بالنسبة لنادي القناة. بالنسبة لنادي المنيا، سامح علي في حراسة المرمى، خالد عبد الرازق وأحمد كاستيلا ومحمود رمضان، هشام شحتة، أحمد رضا، كريم مصطفى، محمد محسن السيد، بدوي عاشور، ومحمود قعود، وعمر عثمان هو مهاجم نادي المنيا النهارده في المباراه، والمهاجم الصريح. وعلى فكره عمرو من اللعيبه المطلوبه في الدوري الممتاز. بنلعب في الاسبوع ال 15 من بطوله الدوري. نادي القناه النهارده بعد فوزه بياخد خطوه كويسه نحو المربع الذهبي. يعني النهارده خساره حرس الحدود برده فرقت بشكل كبير جدا في الترتيب. هقول لكم ترتيب البطوله بالظبط بعد فوز نادي القناه، بس نتابع مع بعض الملخص ونشوف لغايه دلوقتي ان التعادل 0-0 والكره تسديده من خارج منطقه الجزاء. نادي القناه بعد فوزه النهارده اصبح في المركز الخامس 18 نقطه، يعني خلف فريق وادي دجله، بس القناه لعب 3 ماتشات زياده عن وادي دجله. القناه لعب 14 مباراه ووادي دجله 11 مباراه. دي تسديده لنادي المنيا، ومحمود ابو السعود بيمسكها على مرتين، او ده علاء مش محمود ابو السعود، بقى ده علاء ابراهيم حارس المرمى. النهارده هو اللي كان بيحرس مرمى نادي القناه وبيمسكها على مرتين. علاء كان هو الحارس الاساسي لنادي القناه قبل انضمام محمود ابو السعود. في النادي المنيا والله يعني عامل بعض الهجمات اهو، النتيجه 0-0 لسه، عن طريق محمود قعود وعمرو مصطفى وعمرو عثمان وكريم مصطفى، الثلاثي الهجومي لنادي المنيا. والشوط الاول يعني انا شايف نادي المنيا وصل اكتر من مرمى، اكتر من مره لمرمى علاء ابراهيم، ودي واحده النادي القناه، وبيطلع سامح علي ولكن بتتلعب على الزاويه البعيده.
كان المرمى فاضي ولكن ما كانتش متقنة. ده رقم 7 غريب فتحي من اللعيبة المميزة جدا، كان نزل في مباراة القناة والإسماعيلي لو تفتكروا في استاد إسماعيلية في آخر تلت ساعة، وبعد ما نزل بدقيقة أحرز الهدف الفوز لنادي القناة على الإسماعيلي. ده نزول لأمير أوتاكا مكان محمد سعيد، محمد أحمد سعيد هو ابن الكابتن أحمد سعيد. الكابتن أحمد سعيد غيره بقى وطلع محمد في الدقيقة 4 من الشوط الثاني، وبعدين هدف المباراة الوحيد. بص الراجل رقم 4 ده اللي هو محمود عبد المنعم، جاي عماد عبد المنعم جاي لوحده خالص، يعني جاي لوحده خالص محدش ماسكه، ودايما مشكلة نادي المنيا الرقابة داخل منطقة الجزاء والتنظيم الدفاعي داخل منطقة الجزاء. يعني لما نتفرج على الكورة، الكورة كمان اتباصت ورجعت تاني، بص وبعدين اتلعبت، عماد جه بقى لوحده وقف، ورغم ان هو مدافع وسند وحطها بشماله بالراحة جدا. بصوا 4 لعيبة من المنيا مفيش حد ماسك حد، وسابوا عماد، وعماد حط الهدف، وكان هدف التقدم لنادي المنيا زي ما احنا شايفين في الدقيقة 51 في الشوط الثاني، أول 6 دقايق من الشوط الثاني. وطبعا الراجل بيوقف السكس ياردة بالراحة وعلى مهله وبيحط الهدف الأول لنادي القناة. المنيا عنده مشاكل كبيرة يا جماعة، وبقالي فترة عمال أتكلم موضوع تغيير الأجهزة الفنية، موضوع الإدارة. بصوا دي واحدة سهلة قوي للمنيا والحكم حسابها تسلل أوفسايد، نشوفها تاني كده مع بعض. زي ما قلت لكم المنيا عندهم مشاكل كتيرة جدا إدارية. هنشوفها كده مع بعض. أوفسايد فعلا، برافو مساعد الحكم، يعني الراجل بالظبط، يعني هو طبعا متقدم على الاتنين مدافعين من لعيبة القناة، والراجل أوفسايد فعلا، لاعب المنيا لابس التيشيرت الأحمر والمساعد واقف صح وما شاء الله يعني قدر يظبطها. كابتن أحمد سعيد عمل تغيير تاني في الدقيقة 69 بنزول السيد محمود مكان دوجي بعد ما تقدم بالهدف، وبعدين المنيا برضو في الدقيقة 60 نزل رامي ربيع مكان كريم مصطفى، تغيير هجومي. ورامي انتوا عارفين لعيب من اللاعبين المهاجمين اللي بيلعبوا براسهم كويس جدا، ودي تسديدة برضو لنادي القناة لكن بيروح مع سامح علي، ده رقم 8 في نادي القناة. ومحمود عاطف نزل مكان بدوي عاشور، ده بالنسبة لنادي المنيا. دي تغييرات نادي المنيا. رامي ربيع اللي هو رقم 18 اللاعب الطويل ده، ويعني بيلعب بدماغه كويس جدا، وكان بيلعب قبل كده في جولدي والشرقية الدخان، ولعب كمان في النادي الأهلي لمدة موسم. وبعدين محمود عاطف نزل مكان بدوي عاشور، ومحمد شوقي غريب نزل في الدقيقة 67 مكان هشام شحاتة. كان بقاله محمد شوقي بقاله فترة، محمد شوقي غريب بقاله فترة ما بيلعبش، ولكن دفع بيه مدير الفني النادي المنيا كابتن إبراهيم صدقي. والمنيا في موقف خطر، ودي واحدة خطيرة جدا لنادي المنيا، مش عارف ضاعت ازاي، من محمود قعود رقم 19، يعني جوه السكس يارد او جوه 18، يعني مش عارف ضاعت ازاي، من الفرص الخطيرة جدا. يعني برضو والله نادي المنيا بيوصل، وبصوا سند وحطها، ولكن جت في الزاوية القريبة من يعني من بره القائم كده. بص الراجل خدها على طول، حلوة قوي، لكن ما كانش شايف المرمى. هنا كابتن احمد سعيد بينفذ عقوبة الايقاف، وكان من يعني بيدير المباراة من خارج الخطوط او من على بقى من المدرجات. ودي واحدة تانية النادي المنيا بتطلع من على خط المرمى. والله المنيا يعني انا شايف بيأدوا بشكل كويس، وضيعوا فرص كتير كان ممكن يتعادلوا، ولكن ديفنس القناة مركز. وبصوا التغطية بعد ما علاء طلع غلط او ما خدش الكوره، اتحطت في المرمى. لو لعيبه القناه عماد عبد المنعم عبد الاله جلال مش مغطيين كانت ممكن تكون هدف، اعتقد اللي طلعها عبد الاله جلال، هنشوف كده مع بعض. لا ده رقم 3 اعتقد، بهاء مجدي رقم 13، وده عمرو عثمان برضو اتعور في بقى مشكله لعمر، خبط شكله بدماغه فممكن بتعمل شوية ارتجاج كده في المخ أو دوخة قوية. وزي ما قلت لكم عمرو عثمان أكتر من نادي طلبه إن هو يتعاقد معاه في الفترة القادمة، منهم النادي الإسماعيلي. ودي تسديدة غريب فتحي، والهدف الثاني الهدف الجميل جدا في الدقيقة 83، والهدف ده يعني نقدر نقول قتل المباراة. وغريب بيعجبني ليه؟ إن غريب بيلعب بدماغه بيفكر، يعني ممكن أي واحد من اللعيبة
اي حد من لاعيبه نادي القناه او اي لعيب في الحته دي يروح حاطط وش رجله جامد، لكن غريب فكر، غريب بص للمرمى لقى الزاويه البعيده مفتوحه راح حاططها بليسنج كده بالراحه في الزاويه البعيده او فيها قوه مطلوبه، قوه خفيفه كده ببطن رجله ركنها، فجاب هدف من خلال التفكير ومن خلال الرؤيه الجيده ومن خلال ان هو عارف هو فين في الملعب. يعني دايما اللعيب بيبقى عنده احساس بالمكان، بيقدر يعني يستفيد من المكان، ولقى الامور يعني ما حدش بيخش عليه ما حدش بيضغط، حطها ببطن رجله في الزاويه البعيده. نروح للكابتن احمد سعيد المدير الفني لنادي القناه ونهنيه على الفوز النهارده وصعود فريق القناه للمركز الخامس برصيد 18 نقطه، ويعني اقدر اقول النادي القناه اتعرض يعني لهبوط في المستوى فترات، ولكن بيرجع تاني وبيفوز على الاسماعيلي والنهارده بيفوز على نادي المنيا، والنتائج الايجابيه رجعت تاني لنادي القناه، واعتقد ان هو الحصان الاسود السنه دي في المجموعه الثانيه وبطوله الدوري المصري. مبروك يا كابتن احمد. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، وبشكرك جدا على كلامك الجميل ده. الله يخليك. يعني طبعا مركز مميز جدا نادي المنيا، يمكن لو عملنا مقارنه ما بين المنيا وال قصدي مركز مميز جدا لنادي القناه، وعملنا مقارنه ما بين المنيا والقناه والرجاء الثلاث فرق اللي صعدوا، نلاقي نادي القناه هو الاكثر ثباتا، المركز المتقدم في الدوري عن الفرق الثلاثه. والله ده يعني يرجع للفضل طبعا لتوفيق ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد اللعيبه والمسانده الكبيره من ذات الفريق والاداره المحترمه، مش سايبه الفرقه مسانده دائمه، تواجد دائم يعني بيدفعوا اللعيبه للامام دفعا، مش حتى في احلك الظروف واقفين مع اللعيبه، كانوا موجودين معانا في ماتش الحرس واتفرجوا على الماتش الاداره المحترمه ورجعوا في الاتوبيس مع اللعيبه وقاسموا على اللعيبه وقالوا اللعيبه انتوا اديتوا اللي عليكم ومفيش اي مشاكل ان شاء الله اللي جاي افضل، لغايه امبارح واول امبارح مش سايبيننا. كل ده بينعكس ايجابيا على اللعيبه، الحمد لله. يمكن اللي كان فيه تذبذب في المستوى النهارده او كان فيه حرص زايد يمكن خاصه في الشوط الاولاني، لكن اتكلمت مع لعيبه بين الشوطين الحمد لله تغير الاداء في الشوط الثاني وكنا الافضل، رغم ان المنيا برضه تيم انا بقى في عناصر كويسه مأثره عليه المشاكل، لكن الحمد لله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نجيب الجول الاولاني من ضربه ثابته. اتفرجنا على المساحه دي في ماتش بتروجيت مع المنيا. المنيا عندهم مشكله دايما في الكره العرضيه، عندهم منطقه قلب الدفاع ما بيمسكوش كويس، بيبقى عندهم نقطه يعني معظم الاهداف اللي جت فيهم انا متابعهم كويس الاهداف بتيجي من الحته دي. اشتغلنا عليها في التدريب الحمد لله ربنا وفقنا، وكان عماد قدر يتعامل مع الكوره بثبات في المنطقه الخطره دي وربنا وفقه وجاب الجول الاولاني. كان ضروري ان المنيا لان ده انا بعتبره ان الماتش ده اخر امل للمنيا. ايوه الماتش بتاع النهارده ده هم عندهم 8 نقاط كده في يعني وضع صعب جدا، يعني اقرب فرقه حتى كده. التليفونات وطلاع الجيش 13 نقطه فرق 5 نقاط. تمام ده كان اخر ماتش للمنيا النهارده بالنسبه للامل بتاعهم، وانا كلمت اللعيبه في كده. ف بعد الهدف اللي احنا جبناه ده بدا يعمل تغييرات هجوميه. في المقابل انا امنت الخط الظهر، لعبت الثلاثه ورا عشان لعب باثنين رؤوس حربه ثابتين، وبدا يدفع نسله لقدام، بدا يعتمد على الكور الطويله. ايوه والحمد لله من خلال يعني يمكن هم اضاعوا فرصتين، في واحده يعني كانت غريبه جدا بتاعت قعود اللي جت في الزاويه القريبه. بالظبط كان ربنا سطر فيها، والكره الثانيه اللي فيها التغطيه دي كان كويس اللعيب سيد محمود كان لسه نازل بقاله حوالي دقيقتين ثلاثه هو اللي طلعها. ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وقدرنا طبعا غريب طبعا لعيب. ايه رايك في الهدف؟ يمكن انا قلت استعمل دماغه اكتر من لا غريب يعني انا كنت انا مركز برضه في النقطه دي في التلت الاخير، يمكن في ماتش الحرس وصلنا كتير يا كابتن كريم. ايوه لكن كان في استعجال في خلال الاسبوع اللي فات ده، اشتغلنا على النقطه دي ان التلت الاخير لازم ابقى هادي في قراراتي، بحاول بقدر الامكان ان انا احافظ على كورتي لفتره طويله. طبعا غريب لعيب كبير طبعا قدر يستوعب الكلام ده وقدر ان هو يجيب جون بثبات انفعالي ما فيهوش عنف لكن فيه ناحيه مهريه عاليه. طيب كابتن احمد النهارده مال محمد احمد سعيد اتغير بدري يعني بعد 4 دقايق؟ والله محمد بيعاني، انا بيعاني من اثر الحقنه اللي خدها لغايه النهارده. يا لسه؟ والله عامله له التهاب في صدره، ويمكن انا كان عندي ظروف ان في اصابه
بالنسبه لشادي مهاجم متعور، يمكن يعني نزل اخر معايا اخر تمرينه كان امبارح، لكن ما بيش ادفع بيه لان محتاجه الفتره اللي جايه. وفي عندي موسى مستبعد شويه لهبوط مستواه، موسى كبيرو فما حطيتوش النهارده في ال 18. اعتمدت على الناشئين بتوع النادي النهارده، الحمد لله ربنا اكرمني بيهم، اوتاكا واحمد العجوز والحمد لله عندنا وفره من اللعيبه ومن ولاد النادي يقدروا زي ما انا راهنت عليهم كده بالثقه العاليه وبالمجهود وبتعبهم كده وبتوفيق من ربنا يقدروا ان هم يقوموا النادي ده ويقعد في موقف طبيعي يعني ان شاء الله باذن الله. مبروك يا كابتن احمد، التوفيق الماتش الجاي مين يا كابتن؟ عندي بتروجيت ان شاء الله يوم الخميس يوم 10 ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن احمد والف مبروك النهارده. متشكرين يا كابتن كريم. الله يخليك كابتن احمد سعيد المدير الفني لنادي القناه وفوزه النهارده على المنيا 2-0. نروح للمباراه الثانيه وهي مباراه المقصه والداخليه في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، المباراه انتهت 1-0 لصالح المقصه وبيرجع تاني المقصه للانتصارات بعد ما تعادل المباراه اللي فاتت امام الانتاج الحربي. نقول لكم تشكيل الفريقين النهارده، الداخليه لاعب احمد فوزي في حراسه المرمى، رشاد فاروق وجهاد جنيدي في قلب الدفاع، نور الجرحي ناحيه اليمين، عاصم صلاح ناحيه الشمال، في نص الملعب عبد العزيز موسى ومعتز بالله حسن ومحمد سمير، قدامهم احمد تمساح ولاما كولين وسان يوسف، ده تشكيل نادي الداخليه. بالنسبه للمقصه رمزي صالح في حراسه المرمى، وبقاله رمزي ماتشين ثلاثه كده بيلعب على حساب مصطفى كمال، قدامه احمد السيد واحمد بكري، محمد ابراهيم ناحيه اليمين، حسين السيد ناحيه الشمال، هاني سعيد في نص الملعب، احمد عبد الرؤوف طبعا كنا فاكرين هاني سعيد اللاعب الدولي في منتخب مصر، عمر نجدي وهشام محمد، واثنين مهاجمين اوتو بونج وسامح العيدروس. ده تشكيل اللي حطه النهارده كابتن طارق يحيى المدير الفني للمقصه، وزي ما احنا شايفين كابتن علاء عبد العال طبعا بيتابع فرقته، وفريق الداخليه من الفرق المميزه السنه دي، خلي بالكم في بطوله الدوري مش سهل ان الداخليه يخسر، يعني من الفرق اللي هي لو ما يعني لو ما كسبتش تتعادل، لكن صعب اللي هي تخسر، ولكن قدر المقص النهارده بفضل خبرات لعيبته ان هو يكسب 1-0. دي واحده لسان يوسف، بس سان يوسف اتطرف قوي بالكره دي، كانت يعني المفروض اتلعبت له من احمد تمساح، كان ياخدها ويخش على جوه ويقدر يسدد، ممكن كانت تبقى هدف لصالح الداخليه. بص اتطرف بيها شويه، تمساح عملها له حلو، كان عنده مساحه ولكن هو طلع بيها لبره وعملها بالعرض، ولكن هنا احمد السيد دخل وحسين السيد قلش وبعدين خبطت في رجله وطلعت بره، ودي واحده لحسين السيد بشماله، كان حسين احرز هدف حلو قوي في المباراه اللي فاتت امام الانتاج الحربي، شكله متخصص كده في الضربات الثابته. لكن مباراه انا شايف ان الداخليه بيبادل، يعني فيها هجمات للداخليه وفيها هجمات للمقص يعني، ودي واحده برضو فيها ضربه جزاء لصالح الداخليه، التحام ما بين احمد السيد وسان يوسف عدى بسرعته. بصوا هنتفرج كده مع بعض، كل ده ما فيش مشكله، لكن احمد السيد اتكعبل وخبط في سان يوسف، وبالتالي سان يوسف تم عرقلته، يعني احمد السيد مش قاصد، هو اتكعبل في رجل سان يوسف وقع، لكن في النهايه سان يوسف اتعرقل جوه ال 18. وبعدين انا شايف مصطفى كمال كمان شكله نزل مكان رمزي صالح، التشكيل اللي قدامي رمزي صالح هو حارس المقصة يا جماعة، وبتضيع ضربة جزاء لفريق الداخلية. كابتن مصطفى كمال هو حارس المقصة. نروح للشوط الثاني، الشوط الاول انتهى بالتعادل 0-0، ودي واحدة لأوتو بونج، ده أحمد فوزي حارس مرمى الداخلية، هشام محمد عمل واحدة لأوتو بونج، لكن طلع أحمد فوزي قفل الزاوية. أحمد فوزي ما شاء الله عليه، يعني الفترات أو الماتشات اللي فاتت عامل موسم رائع مع الداخلية، وده هدف المقصة عن طريق أوتو بونج اللاعب الكاميروني، لكن في خطأ من دفاع الداخلية. اتفرج كده على الكرة تاني، اهو بص الراجل رقم 6 رشاد فاروق قلش، وبعدين ما حصلش التغطية كويسة من جهاد جنيدي، وسان يوسف انفرد وحطها خبطت في ايد احمد فوزي وكملت في مرمى الداخلية، وكان هدف المباراة الوحيد، هدف بثلاث نقاط
لصالح مصر مقص. المفروض رشاد فاروق هنا يعني هو قالش طبعا الكره، المفروض بقى جهاد جنيدي ما يبقاش سايب اوتوبونج كده في ظهره، لازم ياخد اوتوبونج في صدره. انه يعني جهاد جنيدي لف بطريقه غريبه جدا فادى المساحه وادى اللي هو فتح له الملعب لاوتوبونج، اوتوبونج انفرد وحط الكوره زي ما احنا شفنا وخبطت في ايد احمد فوزي ودخلت. عمل بعض التغييرات بقى كابتن علاء عبد العال، نزل احمد فرج مكان نور الجرحي عشان يزود النواحي الهجوميه، وبعدين نزل حسام باولو مكان محمد سمير. حسام باولو مهاجم واحمد فرج برضو مهاجم سائط كده بيلعب تحت المهاجم الصريح. كابتن طارق يحيى راح رادد على الكابتن علاء عبد العال وحب يامن، هو كسبان 1-0، راح منزل محمد ثابت صاروخ في الدقيقه 63 مكان سامح العيدروس. هنتفرج كده مع بعض. ياه دي واحده خطيره جدا للما كولين لاعب الداخليه، ما تضيعش، مش عارف ضاعت ازاي هو لوحده خالص. بصوا ده حسام باولو اللي نزل، هو محطه كويسه قوي على فكره، وبعدين عملها بالعرض للما كولين لوحده خالص وخبطت في مدافع المقص على خط المرمى. كانت فرصه مؤكده للداخليه ودي واحده تانية، ولكن لما كولين لمها بره بعيد. بعض الفرص بقى بعض التغييرات اللي عملها كابتن علاء عبد العال. ونروح للكابتن طارق يحيى واحنا بنتفرج على ملخص الشوط الثاني وفوز مصر مقصة. مبروك يا كابتن طارق. أكيد الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يخليك. مبروك، ثلاث نقاط مهمه لمصر المقص. الله يبارك فيك، الحمد لله يا كريم، الحمد لله. وماتش صعب مش ماتش سهل مع فرقه الداخليه. لا طبعا هو ديربي، لان احنا بنتمرن مع بعض على طول. كل يوم بنتمرن مع بعض وبنشوف بعض وقارين بعض وعارفين بعض كويس. مباراه صعبه طبعا، قدرنا ان احنا يعني الحمد لله بفضل الله ان احنا ناخد 3 بونت في منتهى الاهميه. صادفنا سوء بخت في بعض المباريات في الماتشات اللي فاتت يا كريم، يعني ما قدرناش نكسب فيها، ما فيش غير مباراه الاتحاد السكندري. بعد كده تعادلنا وكنا كسبانين الحقيقه في ماتش الانتاج، لكن صادفنا سوء بخت كبير في بعض الفرص اللي ضاعت مننا، والحمد لله يعني يمكن الثلاثه بونت النهارده تيجوا رد على ال عدم التوفيق اللي موجود ملازم الفريق من الفتره اللي فاتت. والحمد لله بتلاعب فريق كبير، فريق كويس، فريق عنده حلول فرديه عاليه قوي، وقدرنا ان احنا الحمد لله الشوط الاول اديناه بشكل جيد جدا، كنا الافضل في معظم فترات الشوط الاول يا كريم، وضغطنا عليهم كتير. الشوط الثاني في البدايه جبنا جون، الولاد طبعا انت عارف انت لما بتبقى كسبان بتبقى عايز تحافظ وقلقان ومتوتر. بالظبط، متوتر خاصه لما التوفيق بيبقى غايب عنك، لكن بالحمد لله بالتغييرات اللي اتعملت ومجهود الولاد قدرنا ان احنا نحافظ على المكسب. ويمكن كان برضه لينا بعض الفرص الخطره في الشوط الثاني، عمر نجدي كان انفراد، كان ممكن جدا المباراه تنتهي او يقدر عملها ببطن رجله حلوه قوي، لكن جت جنب القائم. بالظبط. الحمد لله يعني الولاد كانوا كويسين وقدروا ان هم يتعاملوا مع المباراه بشكل جيد. والخبرات اللي موجوده هي اللي برضه اللي كسبتنا الحمد لله بفضل الله يعني يا كريم. بالظبط، مبروك كابتن طارق. ويعني انت كده اتساويت مع النادي الاهلي، عندك 19 نقطه، ولكن انت لعبت عن النادي الاهلي مباراه زياده، هم لعبوا 12 مباراه وهيلعبوا بكره مع امبي، ومصر المقصة 13 مباراه، وبتقرب برضه خطوه من المربع الذهبي للمجموعه الاولى. ان شاء الله باذن الله، احنا هنلاعب الاهلي الماتش المتاجل يوم الاحد. باذن الله برضه لينا ماتش متاجل، وعندنا الحمد لله بفضل الله يعني نقط زياده عن اقرب المنافسين يكفينا ان احنا نأدي مباراه النادي الاهلي بهدوء اعصاب. كان يهمنا جدا المكسب النهارده يا كريم. ايوه. لان انت عارف هتلاعب الاهلي، وبرضه الاهلي مهما كان ظروفه صعبه سهله هو النادي الاهلي. بالظبط. فبالتالي انت كان مهم جدا انك تكسب النهارده بعد سوء توفيق غير طبيعي بمباراه الانتاج. فهنحاول بقدر الامكان نأدي مباراه النادي الاهلي بهدوء اعصاب، بتأني، بتروي، بمذاكره جيده لعيبه النادي الاهلي وادائهم في مباراه انبي بكره. وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله، وزي ما انت قلت نخش في المربع الذهبي، ده هيفرق معانا جدا معنويا، خاصه انت عارف ان الفريق السنه اللي فاتت كريم تعرض لمحنه كبيره جدا بالهبوط للدوره اللي هي على البقاء يعني.
وبعدين دول اسماء كبيره فبرضه بكره هنستناك بقى، بكره في ماتش الاهلي وامبي بقى هتحلله معانا ولا ايه؟ والله ما حدش كلمني لسه حبيبي لسه؟ طيب ماشي، عشان تتفرج على الاهلي كويس بقى يعني، تذاكر الاهلي كويس. ما انا هنذاكره برضه طيب. سواء معاك او لوحدينا يعني، هو النادي الاهلي تيم كبير يعني، طبعا طبعا يعني لابد انك تحترمه في كل الاحوال يعني، وحتى لو النادي الاهلي في مش بحالته لكن النادي الاهلي يبقى الاهلي هو الاهلي يعني. اكيد. بشكرك كابتن طارق والف مبروك الفوز النهارده، واروح الناحيه الثانيه للكابتن علاء عبد العال. رغم الخساره 1-0 لكن انا شايف الداخليه ادت بشكل كويس، وكان ماتش صعب زي ما قال كابتن طارق يحيى، وقدر فريق المقصه يكسب بفضل الخبرات وخطا وحيد لديفنس الداخليه في المباراه، وفرص غريبه ضاعت من نادي الداخليه، منهم فرصه لما كولين يعني بيومي مخرجنا يجيبها لنا كده واحنا مع الكابتن علاء عبد العال، فرصه لا يمكن تضيع. ازيك كابتن علاء؟ كابتن كريم ازيك يا حبيبي، اخبارك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. هارد لك النهارده والله، انا اتفرجت يعني على اجزاء من المباراه، وانا شايف الداخليه برضو ادت مباراه كويسه، ولكن الخبرات فرقت شويه مع مصر المقص. والله يا كابتن كريم انت حللت المباراه ملخص في الكلمتين اللي انت قلتهم. اهداف كتيره جدا ضايعه مننا، خطا دفاعي قدر يستغله دوبونج بخبرته طبعا واحرزوا منه الهدف. سير المباراه الشوط الاول الهواء بيساند المقاصة، مفيش فرص مؤكدة ليهم غير كرة ثابتة كورنر فاول الكلام ده كله. ومع ذلك احنا جات لنا ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول طبعا أهدرها محمود سمير، محمود سمير كويس إنما أهدرها طبعا، كان هيفرق كتير جدا الهدف ده من ضربة جزاء يا كابتن كريم. في نهاية الشوط الأول بتطلع كسبان 1-0 أفضل من أنت تطلع متعادل. طبعا فوجئنا المقصه الشوط الثاني احرزوا هدف نتيجه خطا دفاعي فردي برضه. هو لا هو مش فردي، هو مزدوج يعني، رشاد قلش وجهاد كان واقف غلط بالظبط كده يعني، جهاد سايب الراجل في ظهره، المفروض جهاد يبقى حاطط الراجل في صدره. عارف كريم لما تلاقي الكره بتروح لهم يعني، هي ايه ده بيقلش ده يقلش ثم رايح الراجل انفراد، ما استناش حطها في صوره ليك يا كابتن في ضربه الجزاء وانت قاعد يعني، بعد ما كنت قاعد مدي ظهرك للملعب وضربه الجزاء ضاعت، كنت حاسس ان هي هتضيع؟ لا والله بص يا كابتن كريم، انا يعني مستني انها تخش، كنت هنزل اسجد لربنا سبحانه وتعالى. نزلت سجدت برضه يعني يعني خلاص، هو ربنا مش راضي ان احنا نجيب هدف. شفتها وهي بتضيع يعني انما كنت يعني مرتب نفسي في اتجاه القبله ان انا انزل اسجد ربنا، وضاعت نزلت سجدت برضه يعني، قلت الحمد لله على كل شيء. يمكن تاني ضربه جزاء تضيع مننا، قبل كده برضه في مباراه المحله، في المحله لو كانت جت برضه كانت كنا كسبنا 3 نقاط هناك. النهارده برضه ضربه الجزاء بتضيعها، شفت الاهداف اللي ضاعت مننا من لما كلين في الشوط الثاني. دي كره لما دي غريبه جدا يعني، لوحده في السكس يارد، وكره في العارضه وترد لسان يوسف برضه تتحط بره يعني هو بص يا كابتن كريم يعني، انا طبعا ببارك للكابتن طارق وفريق المقصه، احنا مش مبخوتين على المقصه يعني هي يعني حتى برضه المباراه الاولى في الترسانه ادينا مباراه كويسه جدا وضيعنا اهداف كتيره جدا، ويمكن هم راحوا بكره برضه خطا الهدف لو تفتكروا اللي هي اتعلقت في الجو واحمد فوزي استناها، كان عايز يدخلها في حلق الشبكه لوحده، وفي الاخر ضربه جزاء في الدقيقه 44. فاحنا واضح ان احنا مالناش بخت مع المقصه، فبقول الحمد لله الولاد قدوا. يمكن كان في اهداف ضايعه مننا، كان على الاقل نطلع تعادل، ضربه جزاء ضايعه، انا بقول الحمد لله على كل شيء. هي دي كره لما كولين بنعرضها، هي يعني كوره سهله جدا ومعموله بالعرض، والراجل جاي لوحده جوه السكس يارده والناس نايمه كلها، ولكن خبطت في مدافع المقص. خبرات بقى كريم يعني، ده لا ملازم. استغلت حسام باولو كانت كويسه كابتن، عمل محطه كويسه في منطقه جزاء المقص يعني، الناس بقت تسند وهو بدا يشغل الناس من تحتيه. كنت لازم اعمل كده، لازم اعمل تغييرات هجوميه، احنا خاسرين 1 وعايزين نعوض، نزلت حسام باولو وطلعت نور، دخلت نزلت فرج ودخلت معتز اللي هو وسط ملعب باك رايت، وفي الاخر طلعت عاصم نزلت سعد برضه عنده نواحي هجوميه. يمكن اخر نص ساعه احنا يعتبر محاصرين المقاصه في نص ملعبها، يمكن فعلا جات لهم كوره برضه الفرق، وده طبيعي ان في مساحات ورا لازم تجي لهم فرص يعني، لان انت عايز تتعادل وهم بيلعبوا على المرتد ده، فكان طبيعي ان هو يجي لهم فرص، انما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الماتش الجاي مين مع الداخليه يا كابتن؟ هتلاعب مين؟ هنلعب المباراة اللي جاية إن شاء الله للتاج الحرب في الكلام. تاج الحرب
في ملعب الانتاج الحربي. في ملعب الانتاج الحربي ان شاء الله. هارد لك كابتن علاء وبالتوفيق ان شاء الله في الماتشات القادمه. كده الداخليه 14 نقطه في المركز السابع، ومصر المقصه في المركز الخامس 19 نقطه، ومباراه القادمه لمصر المقصه هتكون مع النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد القادم. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل ماتشاتنا النهارده في الاسبوع ال15 من بطوله الدوري الممتاز.